Yeah, I mean, that's obviously the key هذا من الواضح هو التخوف الأساسي والذي يدفع المستثمرين في الوقت الحالي, حيث الفيدرالي قد يكون إذا كان هناك تيسير كمي في الاجتماع أم لا, وهناك بعض الإجماع نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية. وما نحتاج وما ينبغي أن نأخذه في الاعتبار هو إذا كانت هذه البيانات أو هذا المحضر سوف كان بعد بيانات الوظائف أم لا. فأعتقد أيضا أن كان هناك أيضا بيانات تجزئة أفضل من المتوقع خلال هذا الشهر. وكما قال السيد بولارد, قال هذا الصباح أن هذا المحضر إلى حد ما يتعلق بما سيقول السيد برنانكي في جاكسون هول, وإذا كان سيعطي أي نوع من البيانات للأسواق أم لا. ولكنني أعتقد أن هناك توقع أيضا بعد أو مزيد من عمليات شراء الأصول, وإن لم يحدث ذلك فقد يكون هناك خيبة أمل. وأعتقد أنه قد يكون هناك أيضا خلال عام 2011, أعتقد أنه إذا كان هناك أي أمر فإن لن يكون قبل الانتخابات الرئاسية. ولكن على الجانب الآخر هناك مشكلات في أوروبا, إذا كان هناك تدهور في أوروبا قد يدفع ذلك للفدرالي بأن يقوموا بمزيد من التيسير الكمي. نعم, إلى اليونان, هل تتوقع أن ينجح سامرس في مساعيه لتمديد مهلة اليونان في الالتزام بخطط التقشفية؟ هل سنشهد المزيد من التنازلات من أوروبا لحساب اليونان؟ إن أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية قالت دائما أنها لن تقوم بأي قرار فيما يتعلق بذلك إلا بعد أن ترى تقرير الترويكا في سبتمبر, وأيضا بعد اجتماع رؤساء الوزراء في شهر أكتوبر. حتى هذا الوقت لن يكون هناك قرار. وأعتقد أيضا أن في ألمانيا هناك معارضة لإعطاء اليونان أو منح اليونان أي وقت إضافي, وأعتقد أنه وإعطاء وقت إضافي يعني إعطاء مزيد من الأموال. وأعتقد أنه سوف يصلون إلى نوع من الحلول الوسط, وهذا قد يتضمن أو لن يتضمن أي نوع من الأموال, ولا أعتقد أنه قد يكون هناك زيادة في الأموال. ولكن الأمر يعتمد أيضا على تعافي الاقتصاد اليوناني. وأيضا فيما يتعلق بالبيانات الصادرة في اليونان فالأمر لا يبدو على أنه جيد في المدى القصير. إلى إسبانيا واجتماع الحكومة غدا, قد يكون يعني أهم اجتماع الآن, وهناك تركيز على هذا الاجتماع غدا لأنه قد يكون هناك حديث عن طلب للحكومة لخطط إنقاذ شاملة لإسبانيا. هل تتوقع فعلا أن تخطو إسبانيا هذه الخطوة؟ مرة أخرى الأمر يعتمد بالطبع على كلمة واحدة, وهي كلمة السيد دراغي, وهي أيضا الشرطية. ما هي الشروط التي سوف يتم وضعها وفرضها على إسبانيا لطلب الإنقاذ؟ وأعتقد أيضا هناك تأجيل للأمور, ومن الصعب أيضا أن نتفهم الوضع. وأعتقد السيد دراغي أيضا كان يشير إلى تفكير فيما يتعلق بما هو أو ما هي المساعدة الإضافية التي يمكن إضافتها لإسبانيا أو إيطاليا, ولن يكون ذلك قبل شهر سبتمبر. وقد يكون علينا أن ننتظر إنقاذ إسبانيا حتى اجتماع المركزي الأوروبي في الأسبوع الأول في شهر سبتمبر.